كرة طارة ذوي الإعاقة، سابقا لاعب منتخب وطني. دخلت لهذا المجال بنهاية 2016 بداية 2017. كنت لاعب سباحة قبل داعش، وراها من ورا ما رجعنا ب 2016، يعني بنهاية 16 بداية 17 لعبت كرة طارة ذوي الإعاقة، ولا حد هذا الوقت يعني صار لي حوالي ست سنين إلى 7 سنين أنا ألعب. صعدت من ضمن منتخب وطني، ظليت أتمرن منتخب وطني، بس بسبب يعني أسباب مجهولة، يعني بسبب استبعاد عن المنتخب الوطني. يعني احنا على ذوي الإعاقة يعني هذا الشيء يعني يفيدنا شوي حركة الجسم، لأن أنت مو مثل الشخص اللي الصحيح اللي يقدر يمشي حتى ما يعني يقدر يتحرك، لا احنا شوية حركتنا يعني تختلف بشيء قليل، يعني مو شيء فرق قوي. ايه فأنصح يعني كل شخص انه من ذوي الإعاقة انه يجي على هاي الألعاب، يعني احسن من فد غير طريق او فد غير اساليب. يعني هاي لعبة خاصة ذوي الإعاقة، وبيها يعني بيها السلة وبيها الطارة، بيها كرة يد، بيها كرة هدف، كرة قدم، يعني الريشة كثيرة، يعني بيها ألعاب. صعوبات أول ما جينا يعني بسبب أنه عدم تأهيل لمنتدى شبابيت، يعني كنا شوية صعوبات بهذا الشيء، بس بعدين لعبنا تأهل الحمد لله والشكر، يعني لعبنا وأخذنا 3 بطولات على التوالي، يعني بطولة ثالث على العراق، بطولة رابعة على العراق، وبطولة كذلك هم رابعة على العراق، يعني على مستوى يعني نصعد وناخذ وفريق متكامل بيناتنا انسجام قوي من ناحية لعب أو بكثير أمور.